جبران خليل جبران. نعم. شو كيف ليه هالاسمين الكبار والعمالقه؟ يعني هولي يعني هدين رمزين كبيرين من لبنان بنعتز فيهم وبنعتز بنتاجاتهم وبعطاءاتهم وبابداعاتهم وببصماتهم. إذا بدنا نحكي عن فيروز بنقول يعني الأخوين رحباني وكل من عمل معهما أو معهم كأسرة رحبانية بمسرحهم ولبنانيا وعربيا طبعا. وإذا بدنا نقول جبران خليل جبران بنكون عم نحكي عن شخصية كونية، عن شخص عالمي. جبران مفكر وفيلسوف عالمي قدر أنه يخترق المحلية ويحقق العالمية، مش من فراغ بس حقق العالمية من خلال فلسفته، من خلال فكره، من خلال آرائه اللي كانت سابقة عصرها. جبران حالي أحدثت إعصار إذا بدك بالأدب العربي، وكان هو السباق إلى فتح باب البوابة بالحداثة بخلال الأدب، من خلال الأدب العربي الحديث. ما حكيتي عن أسيرة إبداعية لجبران خليل جبران، ولكن حكيتي قلتي تحليلي أكاديمي. نعم. شو الأبواب اللي تطرقتي لها بهالكتاب المميز؟ إذا بدنا نحكي عن الشكل جدا مميز. نعم. طبعا ما بيستغني الأمر أنك بأي دراسة بتمرق عليها، حتى بكتاب فيروز والأخوين رحباني ما بيستغني الأمر، في مواقع السيرة الذاتية لحالة بتفرض حالة مش كسيرة ذاتية، بس في بعض التفاصيل أو المعطيات بتمرق. جبران خليل جبران أيضا كان في إسقاطات من حياته الشخصية، لأنه جبران يعني مسيرة حياته يعني شابتها شوائب فرضت نفسها وكان لها تأثيراتها عليه، على جبران خليل جبران كشخصية. انطلقت من بشري، من القرية، من الريف، من واقع اجتماعي له خصوصية بالمنطقة بالمناطق الجبلية اللبنانية، خصوصا اللي هي تحت حكم الكنيسة إذا بدك، أو تحت رعاية الكنيسة. فجبران خليل جبران انطلق من بيئة الكنيسة فيها هي سيدة السلطة أو هي صاحبة السلطة، فضلا عن الإيمان إذا بدك المؤطر والمعلب. قدر جبران خليل جبران المؤمن جدا شديد الإيمان أنه يوصل لمطرح يقرأ الإنجيل ويعشق السيد المسيح بصورة خاصة كتير فيه، بصورة كتير واقعية. أعاد قراءة الإنجيل المقدس، قرأ القرآن الكريم، أيضا قرأ الفلسفات والحضارات، ومن هون انطلق جبران. من قلت لك هذه البيئة يلي إلى خاصيتها، إلى خصوصياتها. الأبواب اللي انشغل عليها بكتاب جبران، طبعا انطلقت من الواقع الاجتماعي، الواقع الاجتماعي والواقع الوطني، فضلا عن مثلا اللي هو مفهوم الحرية والثورة. فت من المفهوم ومفهوم التصور، لأنه دراسة إلنا أكاديمية. رجعت دخلنا على كتابات جبران وفكره وأدبه، ودخلنا إلى الحقل الاجتماعي والحقل الديني. الفصل الثالث هو الحقل الوطني والحقل السياسي، وبنختم بالحقل اللغوي والأدبي. والكتاب بجزءه الأخير عبارة عن مقالات ولقاءات افتراضية أجريتها أنا مع جبران خليل جبران، إن كان في لبنان أو بجلسات خاصة أو استنتاجات أو حتى لقاءات بمنهاتن بنيويورك. وأنا طبعا من الأشخاص اللي بتردد بشكل كتير يعني فريكونتي، بطلع على أمريكا. حلو. قديه شفتي وجه الشبه بين زمن جبران بالثورات والمفاهيم وبين اليوم؟
شتان ما بين الأمس واليوم، بيقولوا التاريخ بعيد نفسه. أنا ضد هذا الترم، يعني هاي العبارة، التاريخ ما بيعيد نفسه ولكن الناس لا تقرأ. يعني مش كل الناس، بس إجمالا نحن لا نقرأ، الشعوب العربية لا تقرأ كما يجب، وإن قرأت تقرأ بصورة عابرة. لو كنا نقرأ حق القراءة لكنا حققنا يمكن قفزات اجتماعية على مستوى، إذا بدنا نحكي بالثورات، ثورات تكون تليق بالمرحلة اللي نحن فيها، بتكسر القيود، بتكسر التقليد والجمود، وبتحقق إنسانية وعدالة إنسانية واجتماعية نتوق لها ونطمح لها. ثورة جبران مرتكزة ومنطلقة لينا من أم الثورات، الثورة الفرنسية. جبران تتلمذ على كبار المفكرين وكبار يعني الفلاسفة، وأيضا درس التاريخ، عاش بأمريكا فترة، اطلع وتبحر في الثورة الفرنسية وهي أم الثورات اللي استغرقت 100 سنة حتى قامت هذه الثورة، أسس لها، لأنه الثورة ثقافة وفكر، لها مفكرين ولها مبدعين ولها مؤسسين ولها قاضي ولها أرباب. الثورة العبثية إلى خراب وإلى ضلال، إنما الثورة المدروسة والمنظمة بتحقق خواتيمها المرجوة. جبران انطلق من هون لأنه قرأ الإنجيل حق القراءة، قرأ القرآن الكريم حق قراءته، وبيقول هو بثورته الرصينة المترصنة، بثورته هو لم يدعو إلى التمرد الفارغ ولم يدعو إلى العبثية، هو دعا إلى أنه نكون نحن مؤمنين حق الإيمان، قارئي أدياننا حق القراءة، مطلعين حق الاطلاع على ما دعا إليه الله، إن كان من خلال الإنجيل المقدس أو من خلال القرآن الكريم أو من خلال أي الفلسفات اليونانية والفلسفات الكبيرة يلي تدعو إلى قيمة الإنسان. هل من صعوبات واجهتك؟ صعوبات طبعا، ما في شك أنه لما بتقومي بدراسة أكاديمية وبتكون عم تشتغلي مش بس أكاديمية، الكتاب مش يعني في كوتي كتير كبير، جانب كتير كبير منه أكاديميك، بس بمطارح بمواقع تانية الكتاب، أنت عم تفوتي على جبران، على شخصية شكلت أعصار، شكلت حالة خاصة بمفهوم الأدب والثورة والحرية، حتى باللغة التي كتب بها جبران لم تكن لغة متداولة، حتى صار في كتير أخذ ورد، اعتبر حالة خطرة، اعتبر حالي شاذة بموقع من المواقع، اعتبر انه شخص مشاغب باللغة ويعبث باللغة، حتى انه اساتذة وجهابذة اللغة العربية خصوصا في مصر العريقة بلغتها، انتفض الكبير الاديب عباس محمود العقاد على جبران خليل جبران وعلى لغته، وانتفض أيضا مصطفى صادق الرافعي، وانبرى أدباء من لبنان منهم مارون عبود يدافع عن جبران وعن لغة جبران، لأنه جبران قال أنا سأجد لغة ومفهوم لأقدر وصل الأفكار بصورة مبسطة للناس، تقول شو بدي أقول عن الحرية، توصل شو بدي وصل عن الثورة وعن الإنسانية وعن العدالة الاجتماعية وعن إحقاق الحق، عن التجاوز الظلم والاستبداد والعبودية والإقطاعية السياسية والإقطاعية الاجتماعية. لذلك اعتبر مشاغب، وكان الشغل مش بالسهولة يعني ممكن انه بيتصورها الواحد، لانه كان في تنقيب من 2007.
بدايتنا 2007 وانجز ب طبعا انتهى الكتاب بمطلع شهر نوار ماي، يعني تسلمت من استلمت اول نسخه هذا المولود الجميل اللي مهد له باقه من اهل الفكر والادب على راسهم طبعا كبير لبنان الشاعر سعيد عقل، المونسينيور البروفيسور الاب دكتور يوسف مونس، البروفيسوره الست نور سلمان دكتوره جامعيه متخصصه، وايضا المرجع العلامي محمد حسن الامين، اضافه الى الشاعره باسمه بطولي الشاعره والرسامه، العلامه اللغوي دكتور ميشيل كعدي، العلامه والشاعر جورج شكور، المحافظ والدكتور الاديب الاستاذ دكتور دياب يونس، وطبعا دكتور سهيل مطر والشاعر ميشيل جحا. احتضنوا الكتاب ب يعني مهدوا لجبران، لانه جبران كيف بدي لك واسع، بده مجموعة كبيرة تقدر انه تحيط بعالم وصومعة جبران وافلاك اذا بدك جبران مش فلك. منتابع بعد البريك.